الاجواء في روسيا كانت مزيانه. اللي كان جميل في روسيا هو انه كان حضور قوي ديال الجمهور المغربي، كان تقريبا اكثر من 30,000 متفرج اللي حضرت الماتش الاول ما بين المغرب وايران، وهذا هو الجميل. احسن حاجه بقات راسخه في ذهن يعني جميع المغاربه هو ذاك الحضور القوي والمسانده ديال الجمهور المغربي رغم الهزيمه في الماتش الاول. رجعوا المغاربه ايضا في الماتش الثاني كيشجعوا المغرب ضد البرتغال، ولاحظنا بانه لحد الان رغم انه ما كاينش نتائج ايجابيه والمغرب دائما مساند المنتخب الوطني المغربي لان الاداء ديالو كان في المستوى. للاسف الكره هي هذه، ماشي دائما ممكن تربح، ممكن تخسر ايضا. وكنتمنى ان شاء الله انه في الماتش ديال اليوم المغرب ضد اسبانيا نتمنى ان النتيجه تكون ايجابيه لصالح المنتخب المغربي لانه يستاهل فريمون. غير هو المنتخب الاسباني منتخب قوي كيلعب كره مزيان، التقنيات عاليه عند مجموعه من اللاعبين، وكي يعني كيعرفوا كيفاش يوصلوا الكره للمرمى. ولكن المنتخب المغربي كنظن انه غيدير كل ما في جهده باش يحفظ ماء الوجه باش على الاقل يرجع بنتيجه ايجابيه وما يكونش في اسفل الترتيب. فهادشي اللي كنتمناو ان شاء الله اليوم، ونتمناو الحظ يعني حظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي.